بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بفترة الصوم الكبير. النهاردة بنعمة ربنا هيكون تأملنا في قصة شفاء المولود أعمى، جت في إنجيل معلمنا يوحنا البشير إصحاح 9. ربنا يسوع المسيح بيقول: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حيث لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان الذي تفسير مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. في أي رقم 8 هيبان بقى التغيير في القصة، تغيير في الشكل في الملامح. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. أما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف إن فتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. والمجد لله دائما أبديا آمين. الشخصية دي بتاعت المولود أعمى من الشخصيات القوية جدا، وقصة كتبت شبه يعني الإصحاح كله في إصحاح 9، يعني قصة خدت آيات كتيرة جدا في إصحاح 9، لأن الشخصية دي في تعاملها مع ربنا يسوع المسيح كان قوي جدا. ابتدى يعني ان هو كان ماشي وربنا يسوع المسيح شافه، فان هو اعمى واعمى منذ ولادته، الاجزاء الداخليه دي مش موجوده، فسيد المسيح تفل على الارض وعمل من شويه التراب طين وراح حطه على عيني المولود اعمى. الكتاب المقدس بقى بيقول ايه؟ مش حط كده، لا، طلا به عيني المولود اعمى. وكلمة طلا دي دايما بتتاخد من دهان الحوائط، بيقولك ايه؟ طلاء الحوائط. يعني ايه؟ كلمة وضع واحد يحط حاجة على ترابيزة، لكن طلاء دي ايه؟ واحد بيعمل ايه؟ بيرسم. واحد كده ايه؟ بيقعد كده يفضل يشتغل، ولما يكون مثلا اللي هو النقاش يبقى شغال في البيت عند الواحد، يبتدي الانسان يقول له: لا، الحته دي مش حلوه، لا، طب اديها وش تاني، طب لا فتحها شويه، لا طب غير لي اللون. فالكلمه الطلاق دي بيبقى ايه؟ يعني بتبقى صنعه، يعني كده ان واحد ايه؟ بيعمل حاجه لازم تبقى بإتقان. فالكتاب المقدس استخدم كلمة طلا بالطين، مش وضع الطين، لا، طلا، يعني كأن سيد المسيح عامل زي النحات أو الرسام اللي بيعمل كده رسومات وقاعد عمال يعني يطلي عيني هذا المولود كده، ويعدل دي ويبص على دي قصاد دي، لا الاثنين قصاد بعض، لا اثنين حلوين، طب دي انا اجيبها كده شويه. طلا. طبعا كون ان الاعمى يسيب حد كده يعني يحط له طين على وشه، يعني هو عنده حاسه اللمس، فاقدي البصر الله بيعوضهم بحواس قويه جدا، سمع ولمس، يعني باللمس دوت
فايه ابتدى ايه ده، ده في طين هنا، ايه ده، حد يحط التين على عينيا؟ كان ممكن يعترض، ما عملش حاجه. ده بالعكس، ما قال ايه، مضيت واغتسلت فابصرت، طاعه كامله، طاعه. هذا الشخص كان لديه ايمان قوي، طاعه قويه، وتفكير في لحظات ايه اللي هيحصل. يعني كان عنده شويه تفكير كده، فمضيت. طب وانا ماشي بعد ما حط الطين على عيني لغايه ما وصلت البركه، ايه اللي هيحصل؟ اللحظات دي يعني بتبقى لحظات صعبة جدا، لحظات صعبة جدا. طب ايه اللي هيحصل؟ طب يعني زي، عارفين مثلا لا قدر الله لما يكون واحد داخل يعمل عملية جراحية، وتبقى يعني اللحظات اللي هي قبل دخوله اوضة العمليات تبقى اصعب لحظات، يعني بتبقى لحظات صعبة، الخمس دقايق اللي قبل دخول اوضة العمليات دي بيبقى ايه؟ بيبقى خايف، بيبقى يعني عمال يصلي، بيبقى عمال يفكر بقى يعني العملية تنجح، طب انا هطلع تعبان، طب انا هقوم بسرعة، ابتدي في حاجات كتير عمال يفكر ايه اللي هيحصل. عشان كده قال فمضيت واغتسلت فابصرت. انا كنت بفكر، بفكر هيحصل ايه، ما احنا ما سمعناش ان قبل كده ان حد فتح عيني مولود اعمى، هو نفس المولود اعمى قال كده، انا اول واحد، انا اخش يعني، انا نمرة واحد، محدش قبليه هتعامل فيه كده. فهذا الشخص كان عنده شوية حاجات داخلية مميزة جدا، كان عنده إيمان قوي، كان عنده تفكير قوي، تفكير بيفكر أنا هسمع الكلام، أنا هروح، طب إيه اللي هيحصل؟ أنا مش عارف بس أنا هروح. كان بيفكر بإيمان، وكان عنده إرادة قوية إن هو يروح، و ما انت بتعمل ايه، انت مش شايف نعمه حد تحط عليها؟ لا، ده طاعه باراده قويه بايمان قوي. عشان كده قال الايه بتاعته الجميله دي، مضيت واغتسلت فابصرت. نيجي بقى في التغيير، انا عجباني قوي قوي حته الجيران، والجيران الذين كانوا يرون قبلا انه كان اعمى. الجيران اصل هم الجيران شايفينه داخل طالع قصاد عينيهم، حافظينه، يعني دايما الجيران دول اكتر ناس يعني بيشوفونا وعارفيننا، ويعني اكتر من قرايبنا، اكتر من اهلنا. ممكن الواحد مثلا يبقى اهله في مكان، ممكن يشوفهم في المناسبات والاعياد، ممكن لو ممكن مسافر في بلد بعيده فين وفين لما اشوفه، لكن الجيران دول اكتر ناس جنبك وحافظينك وعارفينك وشايفينك الصبح وظهر وبالليل. يعني ده ساعات لما واحد يغيب شويه جار يقول لك ايه يا فلان خير، بقالي كام يوم ما شفتكش، احنا كنا قلقنا عليك، يعني كنا عايزين نطمن عليك عشان ما شفكش بقاله كام يوم. يعني ممكن واحد يكون عنده حد قريب ممكن يقعد كذا سنة ما يشوفوش، لكن الجيران ده لو غبت كذا يوم يقولوا ايه خير، جرى له ايه، بس يكون عنده حاجة ولا مسافر ولا تعبان. فالجيران اكتر ناس كانوا ملاحظين هذا الشخص. شوفوا الجميل بقى، ان مجموعة قالت هو ومجموعة قالت لا مش هو. طب ايه الحكاية؟ هي تغيير الملامح، تغيير الملامح، تغيير ملامح دوا اللي حصل في الشخص. مش تغيير، ما هيش يعني تغيير ملامح يعني كده عادية، ده يعني ده كأنه عمل عملية تجميل يعني، لكن لا، قصة في ايه؟
ان الملامح تغيرت بعد ما ربنا يسوع المسيح ايه وضع يده عليه، وضع يده عليه. وده الصوم الكبير، الصوم الكبير كله تغيير، الصوم الكبير هو كله تغيير. عشان كده في انجيل بتاع احد الرفاع، ولا تغيروا وجوهكم. يعني ايه؟ يعني كشرش ما تبينش بقى الناس صيامك، ابتدي ايه، ما تغيرش وجوهكم، ما نغير ايه قلوبكم. شخص دوا طبيعي بعد المعجزة العظيمة اللي حصلت دي شكله اتغير، شكله اتغير. وده تعاملنا مع ربنا يسوع المسيح، تعاملنا مع ربنا يسوع المسيح بيغير شكلنا، بيغير شكلنا، بيغير شكلنا. يعني مثلا في قصة تلميذي عمواس، في قصة تلميذي عمواس كان اللقاء الأول في حالة تكشيرة، يعني ماشيين عابسين متضايقين بيفكروا يعني زعلانين، لكن لما مشوا مع ربنا يسوع المسيح ابتدى يشرح لهم، ابتدى يفهمهم، ابتدى يعني تظاهر ان هو رايح بلد ابعد، فطب اقعد خش عندنا كل، هو بيخسر الخبز عرفوه، بقوا ايه اللي حصل؟ فرحوا، يبقى ملامحهم اتغيرت. نازفة الدم، نازفة الدم طبعا واحدة 12 سنة نزيف من جسمها، دم عمال ينزل، متهلكة جسمانيا، متهلكة ماديا، متهلكة روحيا، تقدرش تشترك في أي يعني مراسم دينية، فبالتالي إيه؟ تعبانة. مجرد ما جف ينبوع دمها وشها اتغير. واحد لما يكون مثلا إيه في حاجة وجعها خراج تعبه، بتلاقي إيه أي حاجة يوجعه يقشر، يعني أصل تعبان شوية، أصل ضرسي وجعني، أصل الحتة دي وجعاني، أصل رقبتي مش عارف، ابتدي إيه، ابتدي ملامح الوش بيبان عليها أي تعب، مالك تعبان، أصل رجلي وجعاني، ظهري وجعني، فابتدي إيه ملامح الوش بيبان عليها. فملامح الوش عند هذا الشخص بانت، بانت إنه قبل ربنا يسوع المسيح، بانت ان ملامح وش الشخص ده قابل ربنا يسوع المسيح. عشان كده في ناس عرفوه وناس ما عرفوهوش، ناس عرفوه وناس ما عرفوهوش. موسى النبي العظيم لما طلع على الجبل وقعد مع الله، يعني يحكي مع الله، نزل وجهه ايه، وجهه نور لدرجة الناس قالوا مش عارفين نكلمك، حط شرب على وشك، برقع عشان نعرف نكلمك، عشان نعرف نكلمك. فالملامح بتتغير، الملامح مع ربنا يسوع المسيح بتتغير. واحد داخل الكنيسة، طبعا داخل الكنيسة داخل يعني بقى ايه مثقل بمشاكل الحياة ومشاكل الأسرة ومشاكله وخطاياه، وداخل مجرد ما يخش الكنيسة ويصلي يطلع كده ايه، تلاقي كده بعد القداس الناس ايه طالعة فرحانة، تلاقي بعد القداس الله ايه اللي حصل، الناس فرحانة ليه؟ ده احنا لما بنيجي بعد ما نتناول في صلاة كده يصليها الاب الكاهن يقول ايه، فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا، بق دوا اتملى فرح ولساني تهليل من جهة تناولنا من أسرارك المقدسة. ياه، يعني الفم فرحان، الفم فرحان والوش فرحان والعقل فرحان والقلب فرحان. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا اتغيرت، القداس غيرني، الحياة مع الله غيرتني، الحياة مع الله غيرتني. جميل جدا، جميل جدا ان الانسان بيتغير، ان الانسان بيتغير. وده فعل الصوم، الصوم المغير، الصلاة المغيرة،
بقلب جديد، قلب جديد. عشان كده الصوم الكبير كلها هي رحلة تغيير، من أول تغيير مكان الكنز، من بعد كده تغيير رئيس هذا العالم. مين رئيس هذا العالم؟ ربنا يسوع المسيح هو الرئيس هذا العالم. وبعد كده الابن الضال، تغيير من ضال إلى إيه؟ كان لابد أن نفرح لأن أخوك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. عادة أن الإنسان يعيش ثم يموت، يقولك فلان مات، كان عايش ومات. لكن التغيير الميت بيعيش، كان ميتا فعاش. السامرية امرأة يعني محدش بيعملها، تجري على البلد كلها، تعالوا تعالوا تعالوا، إنسان قال لكل ما فعل. المخلع تغيير، واحد مش قادر يتحرك، ده مش قادر، ده يقول ايه لما كان الملك يحرك الميه، يقول ايه كلما اجي ينزل قصادي اخر، يعني لسه بحاول ازحزح نفسي عشان اترمي في الميه يسبقني واحد تاني. ما هو ده قاعدين عندهم مرضى عند البركه، انواع امراض كتيره، فممكن يكون واحد مثلا دراعه هو الوجع، عينيه الوجعاه، اي مرض تاني، لكن رجليه شغاله. فاول ما الملاك يحرك البركه ابو رجلين شغاله يجري بسرعه ينط خف، لكن اللي رجليه وجعاه مش قادر، 38 سنه كل ما ينزل ينزل قصاد اخر، ليس لي انسان يلقيني في البركه. عشان كده الصوم الكبير هو صوم تغيير، تغيرت ملامحه. عشان كده ادينا كام يوم صايمين ولسه وصلنا كام يوم تاني. هل احنا اتغيرنا؟ هل اتغيرنا في هذه الفترة؟ الناس اللي الجيران اللي شافونا، قرايبنا وحبايبنا، الناس اللي بيشوفونا ممكن يقولوا اتغير، يعني ممكن واحدة تقابلك تقولك انت غيرت تسريحة شعرك، لكن انت وجهك اتغير، وجهك ما اتغيرش. ليه؟ عايز الوجه ده يتغير بإيه؟ بالصوم والصلاة، بإن الواحد صلي ربنا يسوع المسيح فوجهه وقلبه وعقله يتغير. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. أما هو فقال إني أنا هو. ربنا حافظ عليك ويبارك في حياتك، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الأبد، آمين.